many, many people come here to make films. Nobody ever asks the kind of film that the people that live here would like to have had made. It's clear there are many untold stories. We've decided to leave behind a 360 camera with Yusuf. And as somebody who has lived in the camp since he was age 13, he is aware of the stories that he thinks the world ought to know about. As we move forward into 2020, all these stories will begin to emerge. فقررت اني اتطوع مع المنظمات الانسانيه داخل مخيم الزعتري فمشيت ووصلت يعني بصراحه لحتى خضعت لتدريب التصوير الفوتوغرافي طبعا التصوير الفوتوغرافي اليوم له جانب كبير بحياتي الاشياء اللي اشتغلتها جدا فخور فيها لحتى نحكي اتاحت لي الفرصه صراحه قبل سنتين في اوائل عام 2018 اني اشتغلت مع مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين مصور فوتوغرافي في قسم العلاقات الخارجيه أول ما جيت على المخيم صراحة مثل الضايع ما في شيء أعمله تركت مستقبلي اللي أنا كنت دائما بطمح وأحلم فيه وأحققه لما كان أنا ما إلي فيه شيء بس مجرد هربت من الحرب لأقدر إني أضل مستمرة بالحياة كان عندي حلم إني أدرس لغة إنجليزية أشتغل بالترجمة مع الجروبات السياحية لأنه أنا كنت عايشة في منطقة سياحية توسع المحيط الاجتماعي اللي أنا عايشة فيه صار في بشر غير اللي أنا بعرفه متعودة عليهم ونفس الروتين ونفس السيستم اللي ماشيين فيه بالحياة بلشت أندمج بالمجتمع من الأعمال التطوعية بداياتي كانت بتطوع بأعمال تطوعية مع منظمات الأشياء اللي أنا بشوف حالي مناسبة أكثر فيها تغير الحلم من لغة إنجليزية لإدارة أعمال Business Administration. الإشي الحلو بتخصصي كيف أنتوا فيكي ترجع تعمر البلد كل إنسان مع إنسان يد واحدة لحالها ما فيها إنسان مع إنسان قادر إنه يعمر بلده استمريت 4 سنين أدور على منح دراسية لحتى انقبلت من ضمن العشرين أوائل على فكرة أنا بالفوضية السامة لشؤون اللاجئين وحصلت على الحلم اللي كان شبه مستحيل تحقق الإرادة دائما موجودة خلي دائما موجود أمل بحياة كل إنسان الأمل لو الأمل نحن ما بنقدر نعيش جيت على الأردن بسنة 2012-26 كانت صعوبة إنه عارفة لما أنت تكوني عايشة بريف وشجر وبيوت وناس أنت بتعرفيها فجأة تلاقي حالك عايشة بصحراء بخيمة بأشخاص أنت ما بتعرفيهم بحياة بعمرك ما تخيلتيها هلا لو حكيتي عن زاد ب 2012 أو 2013 وزاد حالياً ب 2019 رح تلاقي في تغير كتير كبير بين الطفلة اللي كانت يعني على طول تبكي على طول انه متشائمة من الحياة مش عارفة اساسا هي شو بدها تعمل بحياتها وبين حاليا الشابة اللي لا انا بدي اصير بدي اعمل بدي انجز بحياتي علشان عن جد الفكر كله تغير بخلال هاي السنين وقت كتير طويل فلذلك كنت ولا اشي بصراحة بعد ما انا اجيت لهون كلاجئة وهلأ بالنسبة لإلي صرت اصنع شيء بس لا لما اجيت على المخيم كان حلمي اني اصير مترجمه بصراحه علشان نفسي انه اترجم رساله سوريا لكثير بلدان بعدين تغير صار نفسي هلا ادرس علاقات دوليه حتى اكمل شغلي مع المنظمات وساعد اشخاص لسه بنطاق اوسع وغير هيك بصراحه كرمال اني اسافر حاليا انا متطوعه بالتثقيف النفسي فهي كانت يعني الخطوة كتير غيرت بحياتي بصراحة إنه من شخص عم يتلقى الدعم النفسي لشخص عم يعطي تثقيف نفسي ورعاية ذاتية فهي أكتر شغلة بفوكس عليها وغير هيك إنه بدي عيد المادة اللي علي لسه بالتوجيه هاي همي The young women that I've been coming into contact with very recently, some of the ones that we've interviewed, are showing a tenaciousness I haven't witnessed. For a very long time.
And I think they have so much that's holding them back that the effort that it takes to become successful pulls up and draws on a resilience that none of us are very familiar with. I've noticed from my work experience with the refugee women that some of them, they were very weak back at home, as they mentioned the word weak. Like, we were very weak, and now we could feel that now we are different. We are stronger than before. And when you ask them how you are stronger than before, they would mention education, through volunteering, through the NGOs, through working. All of these opened up our mind to other sectors of life. And I think that the experience they had here in the camp as refugees has added more values to their lives and reshaped their dreams. ولكن الحلم تغير خلينا نحكي من حلم ودراسة وسفر لحلم أن أكون صوت كل مستضعف في بقاع الأرض. لا نحكي على مستوى مخيم زعتري، لا نحكي على مستوى عالمي. في الكثير من الناس اللي هم بحاجتنا اليوم بالعالم، فهذا الإشي اللي خلاني أتعلق أكثر بالتصوير الفوتوغرافي، اللي هو تصنع الفارق بحياة الشخص اللي أنت اليوم عم يطلب مساعدة منك، الشخص اللي هو عن جد بيحسك أنك صوته وبتوصل معاناته، بتوصل نجاحه، بتوصل إنجازه. If we want to think of the long term and for to think of sustainability and development, we need to shed more light on scholarships provided for those young people to give them a meaning for their life, moving them from being survivors into flourishing. طبعا الرسالة اللي حابة أوصلها لكل شاب عربي ولكل شاب في العالم، انه خليك دائما بجانب الناس المستضعفين اللي هم بحاجتك عن جد، وكلنا بحاجة بعض، لانه احنا لما نوقف مع بعض وبجانب بعض راح نكمل بعض.